عالم التقنية مليان بكتير من الشخصيات اللي بيعتبروا أساطير في مجال العلوم السيبرانية والمعلوماتية. في منهم اللي وضع بصمته بشكل قانوني وقدم منتجات بتفيد البشرية، وكان أبرز مثال على ده ستيف جوبز وبيل جيتس اللي عملنا عنه حلقة قبل كده. في أساطير تانية في العالم التقني لكنهم مشيوا في طريق ظلامي بيتوارى عن القانون. خدمتهم هي اختراق بياناتك وسرقة حساباتك، وحتى اختراق وسرقة بيانات من أكبر الشركات والبنوك وحتى أكبر المؤسسات الحكومية في العالم. الأساطير دول بيتم تسميتهم باسم هاكرز. في الفيديو ده جايب لكم أخطر هاكرز على مر التاريخ. أهلا بيكم. في 26 يوليو سنة 1989 تم توجيه لائحة اتهام لطالب الدراسات العليا في جامعة كورنيل روبرت تابان موريس لنشره أول فيروس على الإنترنت واللي تم تسميته فيما بعد بدودة موريس. كان تصميم فيروس دودة موريس في البداية غير ضار، وكان لغرض إبطاء عملية المعالجة الحسابية لأجهزة الكمبيوتر، لكن موريس أخطأ في كتابة الأكواد، ده طبعا الكلام اللي قاله في التحقيقات. لكن بعدها اكتشفوا أن موريس برمج الدودة بحيث أنها تنسخ نفسها 7 مرات لما تدوس على أمر الأوكي اللي بيظهر قدام صاحب الكمبيوتر المخترق، وعدد النسخ فضل يتضاعف مع كل أمر، وده اللي أدى في النهاية لإصابة أكثر من 6000 جهاز كمبيوتر في خلال أيام معدودة. كان السبب في اكتشاف موريس هو استخدامه لأنظمة معهد ماساتشوستس في عملية نشره للفيروس. موريس كان أول شخص يحاكم بموجب قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر لسنة 1986، وحكم عليه بعقوبة خفيفة وتم تغريمه غرامة قدرها 10,000 دولار. في منتصف ليلة من ليالي يوليو سنة 2003 قام محقق من شرطة نيويورك كان مسؤول عن التحقيق في سلسلة من سرقات السيارات بتتبع شاب مريب المظهر لشعر طويل وحلقة في أنفه. فضل متتبع الشاب لحد لما دخلوا ريسيبشن أحد البنوك. تظاهر المحقق باستخدامه لأحد الأجهزة وشاف الراجل بيسحب فيزا من جيبه وبدأ يسحب مئات من الدولارات نقدا من أحد ماكينات الـ ATM، وبعد لما بيخلص الفيزا بيطلع فيزا تانية ويبدأ يسحب فلوس تانية وهكذا. المحقق بدأ يشكك في الراجل، ولما تأكدت شكوكه في أنه أكيد بيسرق قرب منه وقبض عليه وسأله عن اسمه، وكان رد الراجل أن اسمه ألبرت غونزاليس. بعد التحقيقات تم الكشف عن أن ألبرت كان بيقوم ببرمجة كوما من بطاقات الخصم الفارغة بأرقام بطاقات مسروقة، وكان بيسحب أكبر قدر ممكن من الأموال من كل حساب. التحقيقات كشفت أن ألبرت قام بسرقة مبالغ وصلت لمليون دولار. في إبريل سنة 1991 وبعد 18 شهر من المطاردات قام مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI بالقبض على شخص بيدعى كيفين بولسون، وتم توجيه تهمة الاحتيال والقرصنة. كيفين بولسون هو هاكر معتزل اشتمل اختراقه الأكثر شهرة على اختراق أجهزة كمبيوتر شركة الهاتف في مدينة لوس أنجلوس في أوائل التسعينات. كان هدفه من الاختراق هو الفوز بمسابقات الهاتف في محطة الراديو. قام بولسون بالاستيلاء على جميع خطوط التليفون المؤدية إلى محطات الراديو الموجودة في لوس أنجلوس، وبكده كان قادر على ضمان أنه هيكون المتصل صاحب رقم التليفون الصحيح للفوز بالمسابقة. بعد مطاردات من الـ FBI لبولسون قام الأخير بالاختباء تحت الأرض باعتباره هارب لحد لما تم القبض عليه واعترافه بجريمة القرصنة، وتم الحكم عليه ب5 سنين سجن، واللي كان بيعتبر أطول حكم صدر في الولايات المتحدة بتهمة القرصنة. بعد الإفراج عن بولسون وانتهاء فترة إشراف المحكمة عليه انضم لشركة ويب ناشئة مقرها كان في كاليفورنيا اسمها كان سيكيورتي فوكس، وعمل هناك كمدير تحرير تقني، ومن خلال شغله قدر أنه يساعد مكتب الـ FBI في الكشف عن عمليات احتيال وقرصنة كان أهمها القضاء على فيروس كمبيوتر بيعطل نظام الأمان الموجود في محطة للطاقة النووية في ولاية أوهايو. أدريان لامو هو شاب أمريكي ولد عام 1981 في مدينة بوسطن الأمريكية. اكتسب سمعته السيئة على الإنترنت كنتيجة لقرصنته لشركات عالمية زي ياهو ومايكروسوفت وبنك أمريكا، ده بالإضافة لاختراقه لصحيفة نيويورك تايمز وغيرها من الشركات والمؤسسات. تم القبض عليه سنة 2004 وتم تغريمه غرامة تصل إلى 65,000 دولار.
بعد خروجه من السجن اتشهر اكتر واكتر ما بين الناس، فبعضهم كان شايف انه شخص سيء والبعض التاني كان شايف انه بطل قومي. السبب في الرأيين المتضاربين دول هو دوره في ابلاغ سلطات الحكومة الامريكية عن الجندي الامريكي تشيلسي مانينج واللي حكم عليها بعد كده بالسجن لمدة 35 سنة نتيجة لتزويد موقع ويكيليكس للتسريبات ب 750 الف برقية عسكرية سرية. في 14 مارس سنة 2018 تم العثور على أدريان لامو ميتاً في ظروف غامضة عن عمر 37 سنة، ولحد دلوقت لم يتم الكشف عن ظروف موته. ماثيو بيفان هو هاكر بريطاني تم القبض عليه سنة 1996 كنتيجة لاختراقه شبكات حكومية أمريكية، بالإضافة لاختراقه لوكالة ناسا وحلف شمال الأطلسي. ماثيو ما اكتفاش بكده، لا كمان اخترق ملفات خاصة بمختبر أبحاث قاعدة جريفيس الجوية الموجودة في نيويورك، وكل ده وهو في سنه 21. بعد التحقيق معاه تم الكشف عن شريك بيفان المزعوم واللي كان اسمه ريتشارد برايس. ريتشارد في الوقت ده كان عمره 16 سنة، لكن عمره ما كانش عائق قدامه في عملياته للاختراق، لأنه عمل على اختراق منشأة أبحاث كورية وإدى المعلومات اللي سرقها لمجموعة من القراصنة الكوريين. ده بالإضافة لاختراقه لقاعدة بيانات معهد الأبحاث الذرية التابع للقوات الجوية الأمريكية. المشكلة الكبيرة اللي واجهت دائرة متخذي القرار في أمريكا إن لو كوريا لاحظت العملية دي هيعتقدوا إن نقل البيانات كان تدخل من قبل القوات الجوية الأمريكية، وبالتالي هيتم اعتبار إن العملية دي بمثابة إعلان حرب من أمريكا ضد كوريا. في محكمة والتش كراون يوم الجمعة 21 نوفمبر سنة 1997 قررت النيابة العامة حفظ القضية، وده كان نتيجة لعدم تقديم أي دليل ملموس على الهاكرز، وبالتالي حكمت المحكمة ببرائتهم. المضحك في الموضوع ان اثناء استجواب ماثيو بيفان عن سبب اختراقه قال لهم انه كان عاوز يكشف عن الظواهر الخارقه والمسماه باليوفو، واللي كان مفكر ان معلوماتها موجوده في القاعده الجويه اللي قام باختراقها. في سنة 1994 قام الهاكر الروسي فلاديمير ليفين بتدبير عملية اختراق لبنك بيسمى سيتي بنك الروسي عن طريق اختراقه لأجهزة الكمبيوتر التابعة للبنك، وقام بخداعها لتوزيع ما يقدر بعشر ملايين دولار لي ولشركائه في عدد من البلدان. في اعترافات ليفين بعد ما تم القبض عليه قال انه استخدم كلمات المرور والرموز المسروقة من عملاء بنك السيتي بنك لإجراء تحويلات إلى حساباته. المتحدثين باسم البنك أشاروا إلى أن ليفين حصل على إمكانية الوصول لنظام إدارة النقد للبنك من خلال حسابات صالحة ما كانتش محمية بالتشفير، وده كان سبب في إثارة الشكوك بأن شخص ما داخل البنك كان بيعمل كشريك لليفين. اختراق سيتي بنك ما كانتش العملية الأولى لليفين، لأنهم بعد التحقيقات اكتشفوا أنه كان سبب في عملية اختراق تانية كانت على بعض البنوك الموجودة في أمريكا وتمت بمساعدة هاكر أمريكان، وقدروا جميعا على سحب مبلغ بيقدر ب 400 ألف دولار. بعد القبض على ليفين قدر البنك أنه يسترد مبلغ العشرة مليون دولار، لكن الربعمية التانيين محدش قدر أنه يرجعهم. فلاديمير دلوقتي بعيد تماما عن مجال الاختراق وتخصص في مجال الرياضيات. بعد أشهر قليلة من هجمات مركز التجارة العالمي ظهرت رسائل غريبة على أجهزة الحاسوب الخاصة بالجيش الأمريكي، وكان مضمونها نظام الأمان لديكم هراء، أنا سولو وسأستمر في التعطيل على أعلى المستويات. Every hacker loves attention. سولو هو الاسم الحركي اللي أطلقه الهاكر الاسكتلندي الأصلي جاري ماكينون على نفسه، واللي قدر منفردا باختراق الآلاف من حواسب الحكومة الأمريكية واكتشف ثغرات أمنية صارخة في الكثير منها. ما بين فبراير 2001 ومارس 2002 اقتحم سولو ما يقرب من 100 جهاز كمبيوتر داخل الجيش والبحرية والقوات الجوية ووكالة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية، وفضل لأشهر طويلة يخترق وينسخ لكثير من الملفات. وفي وقت من الأوقات أسقط نظام الأمن السيبراني للولايات المتحدة الأمريكية واللي كان منها شبكة الجيش الأمريكي الموجودة في العاصمة واشنطن، الأمر اللي أدى إلى توقف حوالي 2000 جهاز كمبيوتر عن الخدمة لمدة 3 أيام. العملية اللي وصفها خبراء التقنية بأنها أكبر اختراق عسكري أمريكي في كل العصور.
تم القبض على جاري ماكينون سنة 2002 بعدما تم تتبعه والوصول لمكانه في شقة صغيرة موجودة في لندن. وفي اعترافاته قال إن سبب اختراقه هو هوسه بالأطباق الطائرة وظواهر اليوفو، وقال إنه لما اخترق وكالة ناسا قدر إنه يجمع صور لأطباق طائرة ومركبات فضائية لمخلوقات من خارج الكرة الأرضية. تم معاقبة جاري بالعديد من التهم وتم إطلاق سراحه سنة 2012. جوناثان جيمس مفيش معلومات كتير عنه غير انه قدر على اختراق وكالة الفضاء الامريكية ناسا، وده كان في سنه الـ15 وسحب كتير من المعلومات والبيانات السرية. ولما ما قدرتش ناسا على ايقاف اختراقه قامت باغلاق نظامها لمدة 3 أسابيع، الامر اللي سبب ليها خسائر جسيمة بالمليارات. من الملفات اللي سربها جوناثان كان ملف خاص بطريقة صناعة وتشغيل مكوك فضائي. نهاية جوناثان كانت مأساوية لأنه قام بالانتحار عن طريق إطلاق النار على رأسه وهو في سن 25. كيفن ديفيد هو مستشار أمن الحاسوب يهودي أمريكي من أكبر وأشهر مخترق الأنظمة في العالم. تم اعتقاله لأول مرة من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في 15 فبراير سنة 1995، وتم تجريمه بالتلاعب الإلكتروني واختراق أنظمة الحاسوب الخاصة بكل من شركة فوجيتسو وموتوريلا ونوكيا وصن مايكرو سيستمز، ده بالإضافة للعملاق IBM. تم الحكم عليه بـ5 سنوات في السجن، قضى منهم 8 أشهر في الحبس الانفرادي. وبعد إطلاق سراحه سنة 2003 تم منع كيفن من استخدام أي شكل من أشكال تكنولوجيا الاتصالات باستثناء الهاتف الأرضي. المحققين الفيدراليين في أمريكا بيوصفوا كيفن إنه خطر لدرجة إنه قادر باتصال هاتفي واحد على وضع البلاد في حالة استنفار قصور. حاليا كيفن هو صاحب ومؤسس شركة أمن سيبراني موجودة في أمريكا وبعد تماما عن مجال الهاكينج والاختراق. حمزة بن دلاج مخترق ذو أصول جزائرية تم تصنيفه من أخطر الهاكرز سنة 2012 و2013، يلقب لدى الجميع بالهاكر المبتسم. قام باختراق ما يزيد عن 200 بنك على مستوى العالم وسحب ما يقارب من $4 مليار، قام بتوزيع بعضهم على بعض الدول الفقيرة، قام بالهجوم على مجموعة من المواقع الأمريكية والفرنسية واللي عمل على إيقافهم والتسبب ليهم بخسائر مالية جسيمة. تم اعتقاله سنة 2013 بواسطة FBI والشرطة التايلاندية وتم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية ليتم محاكمته. لم يتعرض للإعدام أو القتل، لكن قضت محكمة أمريكية على الهاكر الجزائري بالحبس لمدة 15 سنة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدوس على زرار اللايك والشير، ولو انت اول مرة تسمعني مستني ايه؟ انزل دوس على زرار الاشتراك، وما تنساش وانت معدي تفعل زرار الجرس علشان توصلك حلقاتنا الجديدة اول لما تنزل. شكرا لوقتكم.